أسرار كثيرة تخبئها الموصل القديمة تحت أنقاضها، فلم تمضي عدة أشهر على العثور على جزء كبير من بيت المال الخاص بتنظيم داعش تحت أنقاض أحد المنازل المهدمة، واليوم بدأت عمليات رفع أنقاض البنك المركزية ليكتشف أن هنالك أكثر من 600 مليار دينار عراقية ما تزال في خزائنه الثلاثة بقيت تحت الأنقاض بعد تعرض البنك لقصف عنيف وغمرتها المياه الجوفية منذ ذلك الحين. قمنا بيوم أمس بفتح الخزائن والدخول إلى داخل الخزائن، وبعد دخولنا الخزائن ظهر هناك عملة نقدية داخل أكياس متضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية أثر الضربة الجوية. العملة بعد إخراجها تبين أنها هي تالفة وبعضها مبطل، يعني بعضها معدل الإبطال وبعضها مبطل فعلا. يعني تم العثور على مبالغ مالية حتى وإن كانت تالفة، لكن يعني اليوم محافظة نينوى ومدينة الموصل تحديدا برأيي مليئة بالأسرار، الكثير من الخبايا والخفايا لا زالت مطمورة تحت الأنقاض، وبالتالي هذه ترسل رسالة أنه الإهمال الحكومي الذي لا زال اليوم الأنقاض لا تزال الأنقاض وحطام الحرب يغطي مساحات شاسعة وواسعة من المدينة القديمة. مع كل كمية أنقاض ترفع من المدينة القديمة تظهر الأسرار، فمنها الجثث والمخلفات الحربية وأخرى تخص تنظيم داعش وغيرها تحكي عن قصص الحرب. سنوات مرت وما تزال الموصل القديمة تبوح بالخبايا كلما رفعت عنها أنقاض الحرب، ومع كل يوم يمر تكشف الموصل القديمة أنها تخبئ الكثير من الأسرار والمفاجآت تحت أنقاضها، منها أسرار عسكرية وأمنية وأخرى تخص بيوت المال، ومن يعلم ما الذي تحمله الأيام القادمة من أسرار ومفاجآت. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.